بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم ما بعد، الدعاء من الكتاب والسنة. وقبل أن أذكر الدعاء من الكتاب والسنة أذكر أقسام الدعاء وفوائده وموانع إجابة الدعاء وآداب الدعاء وأسباب الإجابة وبعض أوقات وأحوال وأماكن يستجاب فيها الدعاء. بعد ذلك أعرج على الدعاء من القرآن الكريم وما ثبت من السنة النبوية الصحيحة وبعض الأدعية للأموات يرحمهم الله. أولا أقسام الدعاء. دعاء العبادة وهو أن يدعو الإنسان ربه طلبا للأجر والثواب، وهو عبادة كالصلاة والصيام يؤجر عليها ولا يجوز صرفها لغير الله. ثانيا دعاء المسألة وهو أن يطلب العبد حاجاته من الغير، وهو قسمان: ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا لا يجوز طلبه إلا من الله كطلب الولد ودخول الجنة، وما يقدر عليه العبد وهذا يجوز طلبه من الناس كأن يقول يا فلان أطعمني ونحو ذلك. من فوائد الدعاء الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، حيث يقول تعالى: ادعوني أستجب لكم. ومن الفوائد أيضا دفع غضب الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه أبو داود. من الفوائد أيضا أنه يدفع المكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أحمد: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. من موانع إجابة الدعاء أولا أكل الحرام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الموانع الدعاء بمحرم كمن يدعو بعقوق والديه أو قطيعة رحم أو ظلم مسلم. من الموانع استعجال الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. من الموانع الدعاء بقلب ساهٍ لاهٍ، قوله صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. من آداب الدعاء وأسباب الإجابة الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى، قل سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ثانيا إظهار الفقر والذل والحاجة إلى الله، فمهما رزقك الله من مال وولد وسلطان وجاه ومحبة الناس وغير ذلك فأنت فقير إلى رب العزة تبارك وتعالى. ثالثا أن تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على نبيه وتختم بذلك. رابعا استقبال القبلة. خامسا الدعاء على طهارة إن تيسر ذلك. سادسا الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. سابعا الدعاء وأنت موقن بالإجابة، فالله عند ظن عبده به. ثامنا اختيار الأدعية النبوية الجامعة. تاسعا تحري أوقات الإجابة. عاشرا الابتعاد عن جميع المعاصي. بعض أوقات والأحوال والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. المؤمن يدعو ربه دائما أينما كان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الأوقات والأحوال والأماكن تخص بمزيد من عناية. أولا بعد التشهد قبل السلام، قوله صلى الله عليه وسلم: وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به، متفق عليه. وفي السحر يقول الله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي السجود قال نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم: وأما في السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه يستجاب لكم. ورابعا بين الأذان والإقامة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. خامسا في المشعر الحرام وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى. سادسا دعاء يوم عرفة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة. سابعا أثناء نزول المطر. ثامنا قبل الإفطار.
تاسعا على الصفا والمروة، عاشرا يوم الجمعة، 11 ليلة القدر، 12 أثناء القتال، 13 دعاء المظلوم. هذه أوقات يتحرى فيها الدعاء الإجابة من الله سبحانه وتعالى. الدعاء من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب نجني من القوم الظالمين. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الدعاء من السنة النبوية. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسأل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الجنة، وأستجير بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء للميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنه عبدك وابن أمتك يحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزده في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وافسح له في قبره مد بصره وثبته عند السؤال. اللهم اغفر له وارحمه وألحقه بالرفيق الأعلى. اللهم آنس وحشته وارحم غربته وفرج كربته وثبت منطقه ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته واقبل منه حسناته. اللهم استره تحت الأرض اللهم واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون وارفع درجته في عليين وأسكنه في جنات النعيم. اللهم يمن كتابه اللهم آنس وحشته وارحم غربته وفرج كربته وثبت منطقه ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته واقبل منه حسناته. اللهم استره تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون وارفع درجته في عليين واسكنه في جنات النعيم. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وامنن عليه بعفوك وجودك وإحسانك. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.